الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا، صلي وسلم وبارك على من أرسلته للعالمين هاديا وبشيرا ونذيرا، وارض عن آله وأصحابه ومن سار على نهجه وعنا معهم يا رب العرش العظيم. اليوم هو بداية شهر ربيع الأول، ذاك الشهر التي حدثت فيه حوادث عظيمة جليلة، أولها ولادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيها هجرته الشريفة، وثالثها وفاته الطيبة. هذه الأمور مجتمعة أحبتي حدثت في هذا الشهر العظيم المبارك، الولادة الشريفة والهجرة الشريفة والوفاة الشريفة. وقد سمعت يوما بعض الناس يقول: لماذا يفرح الناس بالولادة النبوية ويعتبرونها موسما للنشاط وتجديد العهد والإيمان، ويجددون فيها أفراحهم ولا يحزنون؟ وهذا الشهر جرى فيه كلا هذين الأمرين، الولادة النبوية والوفاة النبوية. أقول لمثل هذا الإنسان: إن نبي صلى الله عليه وسلم قد قال، وذلك قرب وفاته فيما أخرجه الطبراني وغيره: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. هكذا يقوله، لا أقول أنا، يقول هو: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. فكأنهم استفهموا: حياتك خير لنا؟ لا نشك في ذلك. أما موتك وفقدك من بيننا يكون خيرا لنا نحن؟ ففسر وفصل، قال: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، فما وجدتم من عملكم خيرا حمدت الله لكم، وما وجدته شرا استغفرت الله لكم. وهو في الرفيق الأعلى، تعرض عليه أعمال العباد بإذن الله عز وجل، فإن وجد خيرا منا حمد الله ودعا لنا بزيادة فضله علينا، وإن وجد شرا من أعمالنا دعا الله أن يغفر لنا هذا التقصير الذي وقعنا فيه. لذلك حياته الشريفة وموته الشريف نبراس وقدوة لنا، ولا بأس أن نجدد نشاطنا وعهدنا في هذا الشهر المبارك على الائتساء والقدوة به، وأعني بالائتساء الاقتداء، ائتسى اقتدى، على الائتساء والاقتداء بهذا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. وقد أكرمنا الله تعالى في مسجدنا هذا بأن سقت لكم السيرة الشريفة عبر السنوات العشر تقريبا في هذا المسجد 5 مرات كاملة من فضل الله، من أولها إلى آخرها، عبر هذه السنوات التي ذهبت. ووقع في قلبي هذه السنة أن أجعل هذا الشهر بداية لموضوع يتعلق تعلقا وثيقا ويرتبط ارتباطا جزئيا وكاملا بهذا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أصحابه الكرام. كانوا قديما يقولون: قل لي من أنت، أو قل لي من صاحبك أقل لك من أنت. قد تكون رجلا صالحا لكنك تصاحب الفاسدين، فإذا نظر إليك الإنسان قال: هذا فاسد، انظروا إلى صحبته، يستدل على صحبتك، على أصدقائك، يستدل بهم على أنك فاسد. إذا مشيت في الطريق وكان معك أناس ونظرت إلى شاب فقلت: هذا الشاب أعرفه، هذا ابن فلان، ثم نظرت فإذا حوله أناس من البعيدين عن الدين، يتبادر إلى ذهن الإنسان مباشرة أن يقول: انظروا مع من يمشي، انظروا مع من يذهب، هذا لولا أن يكون شبيها بهم ما مشى معهم، لولا أن يكون بينهما، بين هذا الرجل وأصحابه، مجانسة ومجالسة ما مضى مع هؤلاء. لذلك أحببت أن أسوق في بداية هذا الشهر الطيب المبارك نبذة مختصرة عن هؤلاء الأكارم، هؤلاء الذين نبدأ فنقول: قال الله فيهم،
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وأؤكد على هذه القضية لأن سهاما مسمومة عبر التاريخ ليس أمرا جديدا، لأن سهاما مسمومة عبر التاريخ وجهت إلى هؤلاء الثلة العظماء المباركين الذين لم يأتي على وجه البسيطة من يشبههم أبدا، قط لم يأتي أحد يشبههم أبدا ولن يأتي. وجهت سهام مسمومة عبر التاريخ وإلى اليوم، وستستمر هذه السهام المسمومة موجهة إلى صدر أولئك العظماء الكبار الصحابة الكرام. لماذا بعضهم حقدا وبعضهم بغضا وبعضهم كما ذكرت منذ أيام يريد أن يسول لنفسه ويسوغ لها وقوعه في المعاصي، فيقول انظر إلى هؤلاء كانوا عصاة فأنا من باب أولى أن أعصي، وبعضهم جهلا بحياتهم، وبعضهم إلى أسباب متعددة. فإذا بينا ووضحنا وعرفنا بتراجم مختصرة عن هؤلاء الأفاضل والعظماء الأماثل، حينها تصبح عندنا فكرة عامة عن هؤلاء الذين اختارهم الله لصحبة نبيه. هذه الكلمة أيضا لم أقلها أنا، قالها الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رحمه الله ورضي عنه فيما أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء، وهو كتاب ضخم عظيم. أخرج عن عبد الله بن عمر قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. من كان مستنا يعني من أحب أن يقتدي، أن يتخذ له إنسانا نبراسا في حياته، قدوة يتبعه، قال فليستن بمن قد مات. من هؤلاء؟ قالوا له الذين ماتوا، قال أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة، هكذا يقول عنهم وهو من شبابهم، يقول كانوا خير هذه الأمة، أكثرها علما، أعمقها خيرا، أقلها تكلفا، كانوا والله خير هذه الأمة وأبرها عند الله قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، فاحفظوا عهد نبيكم بحفظ أصحابه. هذا كلام عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. أما كلام الله وهو الذي يقدم ولا يتقدم عليه شيء، فقد قلت لكم قال رب العزة محمد رسول الله والذين معه، ما شأنهم يا ربنا يا مولانا؟ قال أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقد أطلقت الآية هذا التفصيل، فلم تقل جماعة من الصحابة، ثلة صغيرة منهم، بعضهم أشداء، قال والذين معه كلهم صغارهم وكبارهم رجالهم ونساؤهم، من التزمه 10 سنين ومن لزمه ساعة واحدة، كلهم الذين معه، وكلهم منزلتهم عظمى لا تدانيها منزلة عند رب العباد. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم علامتهم في وجوههم من أثر السجود. بعض الناس يظنها عند الجبهة هنا، يظن إذا وجدت دائرة صغيرة من كثرة ضغط الإنسان حين السجود يقول هذه هي السيمة، وقد فسرها بذلك بعض أهل العلم، وهذا خطأ. سيماهم في وجوههم بمعنى هذه الوجوه المشرقة النيرة التي جعل الله تعالى ما في قلوبها من إيمان وخير وهدى ينعكس ضياء في وجوههم. فإذا رأيتهم قلت هؤلاء، هؤلاء القوم الذين لا يشقى بهم جليس، هذا هو الإنسان العظيم. مجرد أن ترى واحدا منهم قلت هذا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. قال في الإنجيل ذكروا أيضا، نعم مو ذكر فقط سيدنا رسول الله، ذكروا هم أصحابه بأوصافهم.
قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، شطأه بمعنى ثمره، أخرج ثمرة. قال أخرج شطأه فآزره فاستغلظ، آزره أي قوى الزرع القديم هذه الأغصان الجديدة، قواها وأعطاها من غذاء الشجرة ونسغها ما تتقوى به ويصلب عود هذه الأغصان الجديدة. قال فآزره فاستغلظ قوي فاستوى على سوقه، فكل الشجرة بأغصانها القديمة وأغصانها الفتية الجديدة كلها تركيبة واحدة عظيمة ذات فضل ومزية عند الله. قال ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، من زرعه يسر بمنظره ليغيظ بهم الكفار. وانظر إلى هذا التعبير الإلهي العجيب، هذه الشجرة التي هي كمثل أصحاب رسول الله المتقدمين والمتأخرين، كلهم المتقدمون كمثل جذع الشجرة القديم، والمتأخرون كمثل الذي آزره أي قواه جذع الشجرة القديم فصار قويا أيضا، كلهم قال في آخر الآية يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. والذي زرع هذه الشجرة التي هي أصحاب سيدنا رسول الله أولا هو الله تعالى، والذي اعتنى بها بإذن الله فسقاها ورعاها ورباها هو رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال ليغيظ بهم الكفار، ما من أحد غير مسلم إلا ويزداد قهرا في قلبه، من أين هؤلاء جاءوا؟ لذلك لما كانوا يخرجون إلى الدنيا فاتحين أو داعين كان الناس يعجبون لهم، ما هؤلاء؟ إيش هؤلاء؟ كان أحدهم أحد أعدائهم في وقت فتوحاتهم رضي الله عنهم قالوا عنهم كلمة لطيفة واحدة لن أفصل كثيرا، قال هؤلاء قوم لو استقبلوا الجبال لأزالوها من مكانها، هكذا قال عنهم. قال الله تعالى إذن هذه الآية التي سقناها آنفا، قال سبحانه أيضا في نفس السورة في سورة الفتح لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وكان هؤلاء ما بين 1400 إلى 1500 إنسان، قال الله عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة كلهم جميعا. وقال الله تعالى في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وأقول دوما يا أيها الأحبة إذا شهدت لك أو شهدت لي تبقى شهادتنا على قدرنا، شهادتي على قدري وشهادتك على قدرك، أما إن شهد رب العزة ملك الملوك لأحد من خلقه بشيء فتلك الشهادة التي ما بعدها شهادة. الله يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، قال مشان يروحوا على بلد جديد يزدادوا مالا، قال لا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. الله يشهد لهم أنهم ما خرجوا من ديارهم لا لزيادة أموال ولا لتحسين معيشة ولا هربا من شيء ولا رغبة في شيء إلا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، شهادة الله لهم هذا هو قصدهم. لذلك قال يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هم جائعون وجاءهم ضيف من المهاجرين خذ طعامي وأبيت جائعا طاويا بلا طعام، وليس ذلك تكلفا بالزور عم بعمله، لا من طيب نفسي وأنا راض تمام الرضا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
طيب أليس لنا نصيب؟ قال رب العزة وهو الأعز الأكرم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا حالنا نحن. فإن أردت أن تندرج في هذا السلك الذي شهد الله له بأنه متفوق لا يشبه أحد، فكن ممن جاء من بعدهم يقولون، ماذا نقول نحن الذين جئنا بعد المهاجرين والأنصار؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أيضا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالذي يحمل غلا على أصحاب رسول الله هذا قلبه ليس فيه خير قط قط، لا يمكن أن يكون فيه خير. قال يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما في السنة الشريفة فمثال واحد أسوقه. بعد أن أسلم خالد رضي الله تعالى عنه وهو الصحابي الجليل الشريف الشهير، حصلت بينه وبين عبد الرحمن بن عوف شيء من الخصومة، تخاصما. فرفع خالد صوته على عبد الرحمن بن عوف فقال ما لكم؟ أتتظاهرون علينا بأيام سبقتمونا بها إلى الإسلام؟ يعني شايف حالك يا عبد الرحمن بن عوف أنه أنت كنت قبلي دخلت في الإسلام؟ فبلغت هذه الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في أصله في البخاري، وهذه الزيادات والتفصيلات التي أسوقها أخرجها أبو نعيم والطبراني وغيرهم. قال فبلغت هذه الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بخالد، قال يا خالد الله الله في أصحابي. يقول لخالد وهو أليس من أصحابه؟ قال من أصحابه، لكن ذاك سبقك بعشرين سنة في الإسلام، أن تصل إلى درجته؟ إذا كانوا هم درجات فأنا لمثلي أن يقول شيئا عنهم، من أنا وغيري؟ قال يا خالد الله الله في أصحابي، دعوا لي أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال إيش المد؟ نص كيلو. لو صبق نص كيلو شعير مو حنطة لا يبلغ، ذاك الذي أنفق مثل أحد من الذهب لا يبلغ ثواب من أنفق من الصحابة المتقدمين نصف كيلوغرام من الشعير. ذاك نصف كيلوغرام من الشعير عند الله أوزن ممن تصدق بمثل أحد ذهب. قال لماذا؟ قال لأن الله شهد بأنهم قد رضي عنهم، ليس أحد يشبههم قط كما قلت، بل إن الله تعالى لما حكى أوصافهم للأنبياء السابقين، وقد ذكرنا كيف قالت الآية في سورة الفتح ذلك مثلهم في التوراة مثلهم في الإنجيل، تمنى بعض أنبياء الله أن يكون هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما رأى من كرامة الله لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبع هداه بخير وحق. بعض الأنبياء رغب في هذا. هذا أمر عظيم يا أيها الإخوة، وهو كما قلت فاتحة باب خير بإذن الله نتعلم ونتأسى ونقتدي بهؤلاء الأنوار الذين سبقوا الدنيا في التقوى والإيمان وكل صفات الخير التي جمعها الله تعالى بإذنه وأمره فيهم. فهذا كما قلت إن شاء الله ابتداء لمحور سنفتتحه بعون الله عن الصحابة الكرام، رزقنا الله تعالى أن نكون معهم ومع سيدنا رسول الله في الجنة، والحمد لله رب العالمين.